كنت حامل بالشهر الثامن، ولما بلشت علامات الولادة طلعت على مشفى خربت قنفار، واستلمني الدكتور على أساس يعمل لي عملية سيزاريا. وبيخلص الموضوع دخلت على غرفة العمليات بنجوني بنج عام، غفيت ما عادش حسيت على شي. وعيت يمكن بعد شي كم ساعة على الوجع، مش قادرة أتحرك. فقالوا لي أمر طبيعي إنه لأنك عاملة عملية جديدة. صار معي انتفاخ بجسمي، ورم جسمي كتير. فقال لي الدكتور انه امر طبيعي، هيدا فيك تظهري من المشفى، وظهرني من المشفى على مسؤوليته. رحت على البيت فصار جرحي ينز، كنت مقطبة من اول بطني لتاني بطني، يعني تقريبا طول العملية بتطلع شي شبر او اكتر شوي، فصار ينز. رجعوا نقلوني على المشفى، فكمان الدكتور استلمني وقال لهم انه ما في شي. صار يقولوا لزوجي انه هي مع مرض نفسي، انا ما اقدر امشي على رجلي، ما قدر اتحرك ابدا، حتى ولا رجلي اقدر احس فيهم. بعدين انا هون صرت نام ما احس على شيء، وبتذكر انه اخذوني على مشفى الجبل ما كانت تستقبلني لما تشوف ملفي الصحي، ومشفى الحريري كمان ما كانت تستقبلني، ومشفى عين وزين يمكن فت علي مجرد ساعه معي تقرير منه، عملوا لي فحوصات وظهروني منه، ظهروني منه على مشفى بعبده. سلمني الدكتور وعمل لي عمليه، وضليت بمشفى بعبده شهرين عم اتعالج. بعد شهرين بيقولوا لي انه انت عندك عمليه بس لتسكري حسابك بنقدر منطلعك من المشفى، وانا ما كنت قادره اسكر حسابي. ظهروني بالمشفى بالحاله اللي انا فيها هسه، وما قطب لي جرحي. لما قلت لهم ليش جرحي ما تقطب، قال جرحك بيسكر لوحده. هيدا الجرح سالتهم ليه انا هيك، فشو خبرني الدكتور لانه انت كان فيك جرثومه واستأصلنا، بس بعده مبين انه في جرثومه وفي غمق بالجرح، يعني حتى انا شايف واصل لتقريبا نص الظهر. فعلا ظهري مفتوح من ورا مثل ما صور لك يا زوجي. شو بقول الحكيم؟ ما خبرني الحكيم. مين اللي فتحوا هذا الدكتور لما فتحني؟ وبعد فترة انا كنت عم اقول لك ما اقدر اتحرك ابدا، فلما بعد فترة طلعت على جسمي لقيته مفتوح ظهري. سألته للدكتور قال لي كان فيك جرثومي واصلي لفوق، واضطرينا انه مستأصلة. قال لهم انه نحن بطلنا نعمل العملية، فيكم تخرجوها بهذا الوضع. صور ملفات ما اعطوني، اعطوني بس كم ورقة وقديمين شوي، بس اخر فحوصات عملوا لي اياهم ما كانوا يعطوني. هلا فينا عندك مانع اذا صورنا جرحك؟ لا ما عندي مانع. بتشكري. طلع الالتهاب هون كله، هون امتداد ليك لوين، فيك تبر شوي ليك لوين لحديت هون لاخر الخاصرة في الصلح. بس صور لي هالفتح هيدا، طلع وهيد الدم اللي طالعة جديدة، ليك الالتهابات كلها هون. قرب شوي من هون صور هيك لتشوف اللحم، ما بعرف كيف بقى بده يرجع يلحم بهيدا الشكل، والجرح ممتد لهون. طلع حتى من هون كيف يعني أنجأ لحم من هون، أي سيزريان ممتد لهون من هون. خلص رولا ما تشدي كتير، لا حديد هون سيزريان. هيدا السيزريان كان الأصل الطبيعي، هيدا من هون لهون ليه، ومن هون لهون لورا كرمل شو. وصلت حالة رولا لعندي من فترة كتير قصيرة، وللأمانة لما شفت صورة الجرح صار معي هيك صدمة كتير كبيرة، كيف إنسانة قادرة تتحمل هيدا النوع من الجرح بهيدا الشكل وبهيدا الكم من الالتهابات اللي كتير كبيرة. تواصلت مع عدة أطباء وعدة جراحين وبعثت لهم الصورة، وكانوا كتير مصدومين من الشيء اللي شافوه. رحت أخذتها لرولا من مستشفى الكارانتينا لأنه بنتها كانت بوضع صحي شوي كمان مزري، وإجت جبتها لعندي على البيت وعملنا الاتصالات وأكدت على حضورها بكرة إن شاء الله بمستشفى، هلأ ما رح نذكر اسمها، ورح نباشر نحط النقاط على الحروف، لأنه استهتار بحياة الإنسان وبحياة المرأة وبحياة الأم بعد أكثر من هيك ما بقى مقبول. رجعنا اكتشفنا أنه لما رجعت فاتت على المستشفى مرة تانية وقعدت ما يعادل الشهرين،
بكتشف لما وصلني الصور والفيديو انه رجعت رولا انشقت امتدادا لخاصرتها، لف لورا لميلة الكلى ومش معروف ليه. فاتت على اساس عم تعمل على اساس بدها تعمل تنظيف للجرح ومن ثم تتقطب. منكتشف انه لا تنظف الجرح ولا تم تقطيبها، وتم اخضاعها لعمليه ما عرفنا شو هي ولا حتى زوجها عرف شو هي، ومضوا على اوراق مش عارفين شو هي الورقه اللي اصلا مضي عليها. وكان على اساس لما سال زوجها عن شو هي نوعيه هذه العمليه، تنظيف الجرح واستئصال الجرثومه. ما بعرف كيف استئصال الجرثومه بيمتد لورا، بلف لميلة الظهر وبتتقطب امتدادا لورا. واللي احلى من هيك انه نحن انشقينا من ورا والجرح الاساسي ما اندقر. كيف حكيمة بيرضى على نفسه يظهر مريضة بهيدي الحالة وفحوصات الدم هالقد منخفضة؟ الجرح ممتد لورا هو سؤال مبطن وكأنه الإجابة معلومة. بتأسف جدا قول نحن عنا فئة من الأطباء الماهرين جدا واللي بيرفعوا راس أي دولة بالعالم، ونحن كأطباء لبنانيين برا لهم بصمة كتير كبيرة، بس للأسف بالمقابل عنا أطباء أنا بتمنى كل طبيب ما عنده إنسانية وما عنده ضمير وما عنده مهنية وحالف يمين الحلفين الطبي بالكذب، كل شغلة بيعملها بهذا المريض ينعمل مثله. يعني مثل اللي فتح لبطنه لرولا، أنا بتمنى اللي فتح لبطنه يرجع ينفتح بطنه بنفس الطريقة، لأنه الاستهتار بحياة الإنسان صرنا بهذا البلد أصبح غير مقبول ومرفوض جدا على صعيد الإنسان وعلى صعيد الإنسانية وعلى صعيد حتى الكادر الطبي. نحن بالقرن 21 في بني آدم حكيم بيفهم أو عنده يعني أقل حس من الطبي أو أقل حس من الإنسانية والضمير بيترك جرح لأم بعد هلأ ما قدرت تحمل بنتها بحضنها مثل العالم والناس؟ نحن وين؟ بتتوقع يكون مسروق أعضاء من رولا؟ إيه بتوقع أنه يكون في شيء متاخد من جسمها لرولا، لأنه أي إنسان طبيعي بيطلع وبيشوف جرحها لرولا بالعين المجردة بيعرف انه في شيء مش مزبوط. اي انسان طبيعي اذا في حال طلع في عضو من جسمه مسروق، شو الخطوة اللي رح تقوم فيها؟ اول خطوة رح يتم تعيين محامي ورح نطلع على الاعلام بشكل موسع اكتر، ورح احكي بالاسامي ورح احكي باسماء المستشفيات وما رح اسكت عن هذا الموضوع. في شيء رسالة نهاية بتحب توجهيها لحدا ما بعرف من المسؤولين بهالبلد؟ للمسؤولين ما رح وجه ولا اي كلمة لانه عبس الحكي معهم. رح وجه نداء ورسالة للاطباء للكادر الطبي اللي حاسس حاله منه قد هيدي المهنة، بس عم بيشتغلها كرمال يقبض مصاري، فيكن انتو تفلوا وتركونا الاطباء الماهرين، لأنه الأطباء الشاطرين اللي نحن بنرفع رأسنا فيهم للأسف عم بيفلوا واحد ورا التاني. تركوا لنا إياهم وأنتوا فلوا، لأنه برا إذا غلطتوا غلطة واحدة بتتقاصصوا، بس لأنه أنتوا عارفين أنه هون ما في قصاص مستبحين أعراض الناس ومستبحين الإنسانية عامةً.